يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع كثيرا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يقوم الليل كله مدة 20 سنة، وأن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي في اليوم 300 ركعة. يقول هل هذا العمل يصح عنهم، وهل هو ثابت، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صعب علينا لأننا كسالى تعودنا على الكسل، أما أولئك فإن الله يعينهم، وهذا من كراماتهم، الله يعينهم على ذلك، يحفظون أوقاتهم بذلك، ولا تستغرب هذا منهم رحمهم الله. والإمام أبو حنيفة رحمه الله مشهور بالورع وقيام الليل وكثرة الطاعات، شيء معروف عنه رحمه الله. نعم، وكذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة، لكن نحن غلب علينا الكسل والخمول، صرنا نستغرب هذه الأمور أو نكذب بها، لأننا نقيسهم على أحوالنا، وفي فرق بيننا وبينهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم.